تعالوا ننتقل من أخبار الصحة لأخبار التعليم، وطبعا أخبار التعليم اليومين دول كلنا بنتابعها، كل البيوت المصرية بتتابع لأنه دي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول. والحقيقة أنه أعلنت المديريات التعليمية ضوابط عقد امتحان الصفين الأول والثاني ثانوي الفصل الدراسي الأول، أوضحت أن الاختبار هتعقد ورقيا في المدارس وعدم وجود شبكة في التابلت عدا شبكة الخاصة بالمدرسة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شريحة على جهاز التابلت الخاص بالطالب. شددت المديريات التعليمية على أن التابلت محمل عليه كتب الوزارة فقط، وما فيش أي نوع من أنواع الكتب الخارجية المحملة على التابلت، وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي شبكة أخرى مسجلة على الجهاز غير الخاصة بالمدرسة هيصبح التابلت ساعتها مهكر، وأنه الكاميرا كمان لو اشتغلت أو تم العمل بيها هيصبح برضو أو هيصبح التابلت مهكر، فبالتالي التابلت هيبقى شغال بس داخل نطاق المدرسة بالواي فاي بتاع المدرسة، مش مسموح انه الطالب يستخدم او يحط شريحة ليه، لان هو متوزع وليه هدف محدد هو التعليم او العملية الدراسية. فده برضو من الحاجات اللي اوضحتها مديريات التعليم.